التوجه المصري لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة الحقيقة ما جاش بتغير المناخ ولا بقمة المناخ المقررة في دورتها 27 في داخل الأراضي المصرية، لكن كانت جهود استباقية الحقيقة من خلال محطات للطاقة الشمسية ومحطات للرياح ومحطات بتعمل بالغاز الطبيعي، والهدف كله تطوير البنية التحتية المصرية ودعم الصناعات المختلفة وأيضا جذب الاستثمارات. محطة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية داخل المدينة بمساحة 250 ألف متر مربع وبقدرة 20 ميجا وات وبطاقة إنتاجية أكثر من 42 جيجا وات في الساعة. تفاصيل أكثر عن المحطة. على مساحة 250 ألف متر وبقدرة 20 ميجا وات بدأت مدينة شرم الشيخ في تشغيل أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في محافظة جنوب سيناء، عشان تكون خطوة نحو تحولها إلى مدينة خضراء ذكية تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة. استمراراً لخطط التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، جاءت أكبر محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية لأكثر من 42 جيجا وات، مشروع تعمل الحكومة من خلاله إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والجديدة. النهاردة المحطة بتاع الطاقة العربية هي مساحة الأرض بتاعتها 250 ألف متر، وهي أكبر مساحة أرض تحصل عليها شركة كهرباء أو طاقة شمسية النهاردة. وبالفعل الشركة النهاردة ضخت استثمارات ووفرت المحطة مرحلة أولى قدرة إنتاجية سنوية تقدر في حدود 42 جيجا وات. احنا المشروع ابتدى معانا في شهر 6 اللي فات، خد معانا المشروع 4 شهور، وهي يعتبر أول مرة إن المشروع يتنفذ بالكامل from A to Z على 4 شهور. وبصراحة احنا يعني ساعدت معانا الحكومة وساعدت معانا المحافظة، وتحت توجيهات اللي هو خالد فولة محافظ جنوب سيناء نزل لنا كل العقبات اللي قدامنا من أجل نجاح هذا المشروع. وبالفعل استطعنا ان احنا في خلال مدة 4 شهور ننتج ونصدر كهرباء على شبكة الشركة. تشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجا وات على أكثر من مرحلة لتغذية ما يزيد على 6000 غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة و120 موقع سياحي وفندقي. احنا النهاردة تكلفة المشروع الاستثمارية 250 مليون جنيه، هو استثمار مصري 100%، زائد عدد العمالة اللي ساهمت وأنشأت هذا الصرح هو عبارة عن 100 مهندس وفني وعامل. المدة الزمنية اتكلمنا عليها، زائد النهارده هي وفرت حاجه لمركز نبئ السياحه بالكامل، وهي الطاقه النظيفه والمتجدده اللي بتحد من الانبعاثات الكربونيه بقدره 500 ألف طن سنويا. فده في حد ذاته هو توجه عام وتوجه دوله، وطاقه عربيه دخلت النهارده في السباق. الانتهاء من اعمال مشروع المحطه وبدء التشغيل لم يتعدى ال4 أشهر، مما ساهم في تحويل شرم الشيخ الى مدينه خضراء ذكيه.